خبز وشاي وقهر، الطعام اليمني الوحيد في زمن الحرب. بحسب تقرير منظمة أوكسفام الدولية، فإن اليمنيين لا يعلمون متى سيتناولون هذا الطعام المتاح لهم مرة أخرى. تقول أوكسفام إن 17 مليون يمني يعانون من غياب كميات كافية من الأغذية. كان اليمن قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية ثم هبوب عاصفة الحزم من أفقر دول المنطقة، لكن الحرب أدخلته بوابة المجاعة وأغرقته في أتون التشرد والفقر المدمرين. تتهم المنظمة ميليشيا الحوثي بعرقلة إيصال عمليات الإغاثة وإيقاف موظفيها، فيما تقول إن قوات التحالف دمرت الموانئ والجسور، ما أدى إلى نفاد احتياطات البلاد من الأغذية. أشار التقرير الذي أطلقته أوكسفام عشية الذكرى الثانية لانطلاق عاصفة الحزم إلى مقتل أكثر من 7600 شخص، بينما أكد التقرير وصول معدل حالة القتل إلى 70 شخصا في اليوم الواحد. بتحذير المنظمة الدولية، فإن خطوة واحدة تفصل أكثر من 6 ملايين شخص في 7 محافظات عن مواجهة شبح المجاعة. أجبرت الحرب ما يزيد عن 3 ملايين شخص على ترك بيوتهم، وأعاق الفشل الدولي إنجاح أي تسوية سياسية، مما عمق من اتساع مساحة النزوح والجوع في اليمن.